من قناة الفجيرة، حياكم الله إلى نشرة من الإمارات، والبداية مع العناوين. محمد بن زايد يستقبل وزيري خارجية ودفاع فرنسا اللذين نقلا شكر ماكرون لتسهيلات الإمارات في إجلاء فرنسيين من كابول. حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الأحمد الصباح. سيف بن زايد يزيح الستار عن لوحة 6 نجوم بمرور الفجيرة. السلام عليكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن المركز الوطني للأرصاد، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عزم دبي على أن تظل في المقدمة من خلال تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي الذي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة بل يحتاج إلى عقول وأفكار وخيال. جاء ذلك في رسالة تأتي من عمق رؤية سموه للمستقبل نشرت عبر موقع تيك توك. إننا نعيش في عالم جديد لم يعرفه آباؤنا وأجدادنا، لكن الأجيال تتواصل والكون يعمر. إنها الاستمرارية. سيكون علينا تمكين شعوبنا وقطاعنا الخاص من المنافسة على مستوى العالم. نحن تحولنا من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية. فكر الإنسان يعني ما له حدود. نحن مصممون على مواصلة العمل لتسريع تطوير دبي في اقتصاد المعلومات، وسنحافظ على مكانتنا في المقدمة. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن التعامل مع الجانب الإنساني لتداعيات الأحداث في أفغانستان يتطلب التكاتف والتضامن، وهو يقع ضمن رسالة الإمارات الإنسانية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلاً من جون إيف لودغيان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية وفلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، وثمن سموه العلاقات الإماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، وأشاد سموه بهذه العلاقات الثنائية وطبيعتها الاستراتيجية والثقة المشتركة التي تجمع البلدين ورؤيتهما الإيجابية والمعتدلة تجاه قضايا الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ونقل الوزيران خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي شكر الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتقديره عالياً التسهيلات الهامة التي قدمتها دولة الإمارات في إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الفرنسيين من كابول بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة، إضافة إلى دورها الإنساني في دعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان خلال السنوات الماضية. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والمسؤولين. بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.
كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة. أيضا بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأمين حفظه الله برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 375 منحة دراسة للطلبة من أبناء إمارة الشارقة والمتقدمين لجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، وبلغ عدد الطلبة الذين سيتم استيعابهم ضمن المنح 1163 في الجامعتين. كما قرر سموه تخفيض معدل القبول في المنح إلى معدل 70%. أزاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الستارة عن لوحة 6 نجوم لمركز المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة بعد حصوله على أعلى تصنيف لمراكز الخدمات الحكومية في الدولة للمرة الأولى منذ تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات. وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان العاملين في المركز على هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهودهم المخلصة في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي في الدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال زيارة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس إلى مركز خدمات المرور والترخيص في الفجيرة، وقام سموه بجولة في المركز طلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين ومسيرة تطور الخدمات المقدمة وتسخير التقنيات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي. استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة معالي كريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وأشاد معالي الشيخ شخبوط آل نهيان بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً وجود العديد من الفرص لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي،
مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. النشرة متواصلة وتتابعون بعد الفاصل. نشعر بسعادة كبيرة لذلك بتدشين العمل مجددا لتنظيم نسخ جديدة للبطولة التي انطلقت منذ 21 عام. بحضور عبد الله الشرقي الإعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة تحدي الفجيرة الدولية لبناء الأجسام في 21 من سبتمبر المقبل. موارد الفجيرة تبحث الاستدامة البيئية في القطاع التعدني وفق أفضل الممارسات العالمية. حياكم الله مجدداً. بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، كشفت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الفجيرة الدولية لبناء الأجسام التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأمين حفظه الله عن استضافة الإمارة للنسخة 21 في 21 من سبتمبر المقبل حتى 24 منه، وذلك في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة بمشاركة محلية ودولية واسعة وبتنظيم من دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وإشراف الاتحاد الإمارات والدولي لبناء الأجسام. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في فندق نوفوتيل في الفجيرة بمشاركة سعادة محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة والسيد عبد العزيز بوهندي ممثل الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة المنظمة. استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها باستشراف المستقبل من التعافي بنهج حضاري من تداعيات فيروس كوفيد-19 وتأثيره على قطاعاتها الرئيسية، نتقدم بالشكر إلى خط الدفاع الأول وفريق العمل الذي مهد لسلامة وصحة مجتمع الإمارات، ونحن في اتحاد بناء الأجسام وفي أسرة بطولة الفجيرة لبناء الأجسام نشعر بسعادة كبيرة لذلك بتدشين العمل مجدداً لتنظيم نسخ جديدة للبطولة التي انطلقت منذ 21 عام وتخرج منها الكثير من الأبطال ومهدت إلى أن تستضيف الفجيرة بطولة العالم وبطولة العرب سابقاً، مما يعد اعترافاً بمكانتها الرائدة في دعم تطور رياضة بناء الأجسام. ضيوفنا الكرام، لقد أثبتت الإمارات استضافة أكبر البطولات الرياضية، وأثبتت الفجيرة بفضل دعم صاحب السمو الشيوخ على تنظيم ودوام البطولات الرياضية فضلاً عن بنيتها التحتية التي تجعلها قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم. نعتز في بناء اتحاد الأجسام كاتحاد في هذه البطولة، ووجهنا فريق العمل على دعم نجاحها بكل السبل والإمكانات المتاحة تقديراً لما أسهمت به بطولة الفجيرة لبناء الأجسام في استكشاف جيل من الرياضيين المتميزين والقادرين على المنافسة والتفوق، وتمكنوا من حصاد الألقاب مختلف أنواعها وإنجازاتها وتمثيل الدولة في الإمارات وجميع المحافل على أعلى مستوى. نأمل من الله أن تكون هذه البطولة مميزة كما كانت في نسخاتها السابقة، لأننا في عام متميز وهو عام 50 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. كما هو معروف
تنفرد جميع البطولات على مستوى الدولة أو ننفرد نحن في إمارة الفجيرة على جميع البطولات على مستوى الدولة بإضافة 3 لعبات إضافية عن نسخة 2018 ليصبح عدد المنافسات في ببطولة تحدي الفجيرة 5 مسابقات وهي بناء الأجسام وفئة الفيزيك وفئة كلاسيك فيزيك وفئة صراع مصارعة الذراعين وفئة الفتنس مودلينج وفئة خاصة للماستر تحت منافسات بناء الأجسام. مؤكد أنه تم الاستعانة والتنسيق مع حكام من خارج الدولة بالإضافة إلى الحكام المواطنين المرشحين من قبل اتحاد الإمارات لبناء الأجسام وذلك طبعا لضمان الشفافية والوصول إلى أعلى المستويات التحكيمية. نتوقع أن يكون عدد المشاركين في هذه البطولة السنة هذه حوالي 400 لاعب. بحثت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلة بقسم الرقابة البيئية مع شركة SBS البريطانية المتخصصة في مجال الاستدامة تبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث الحلول التي تعزز الاستدامة البيئية في القطاع التعدني من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات واتخاذ تدابير وسياسات فعالة تدعم الاستدامة وتحقق بيئة صحية وآمنة في المنشآت التعدينية. وتطرق الجانبان خلال اجتماع جمعهما إلى أفضل آليات العمل المتبعة للاستفادة من مخلفات المنشآت التعدينية واستغلالها في عمليات إعادة التدوير والبحث عن خيارات بديلة، إلى جانب العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية للكوادر البشرية على أحدث الأجهزة سعياً إلى تعزيز السلامة البيئية، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لمتابعة إجراءات وسجلات المنشآت التعدينية في الإمارة. انتهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من اتخاذ كافة الاستعدادات الميدانية تمهيداً لعودة الطلبة إلى مدارسهم عبر حزمة من الإجراءات الوقائية، حيث سارعت فرقها الميدانية إلى تهيئة المدارس، وتم الانتهاء من تعقيم كافة المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب وضع المخططات لتوزيع الطلبة في الصف الدراسي مع تطبيق التباعد الجسدي. كما وضعت المؤسسة آليات للدخول الآمن وإدارة حركة الطلبة، ودعت المؤسسة كافة مكونات المجتمع المدرسي إلى ضرورة تكامل الأدوار لإنجاز عودة آمنة للطلبة. كما عملت المؤسسة على توفير الزي المدرسي للطلبة للعام الدراسي المقبل فيما يزيد عن 110 منافذ في مختلف مناطق الدولة. أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن العودة التدريجية لنظام التعليم الحضوري للعام الدراسي 2021-2022 في جميع مدارس دبي الخاصة، حيث يبدأ العام بإعطاء أولياء الأمور حرية الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، على أن يلتزم الجميع بالتعليم الحضوري التام بدءا من 3 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى عودة مختلف الأنشطة المدرسية مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية كعامل رئيس للعودة الآمنة إلى المدارس الخاصة في دبي. أعدت شرطة أبوظبي خطة شاملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021-2022 بهدف تأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وأكدت مديرية المرور والدوريات حرصها على تكثيف برامج التوعية لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، حيث تركز الخطة على نشر دوريات المرور على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي والعين والظفرة، حفاظاً على سلامة الطلبة أثناء التوجه إلى المدارس ومغادرتها، وتوعية السائقين بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم وخفض السرعات بالقرب من المدارس والالتزام بالقيادة الآمنة.
في الملف الصحي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 63,890 جرعة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,792,856 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 179.90 جرعة لكل 100 شخص. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن إجراء 325,118 فحصاً جديداً خلال الساعات 24 الماضية، مما ساهم في الكشف عن 990 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 711,428 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,675 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 694,260 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,026 حالة. أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن أحدث مبادراتها تحت عنوان رسائل إلى المستقبل في إطار احتفالات الدولة بعام 50، وتدعو المبادرة كل من يتخذ من دولة الإمارات وطناً له إلى كتابة رسالة إلى أنفسهم في المستقبل، وترسم من خلالها ملامح أحلامهم وتصور رحلتهم في مستقبل دولة الإمارات. كما يمكن للمشاركين إرسال خطاباتهم بصياغات مختلفة مكتوبة أو مصورة فيديو أو صوراً فوتوغرافية إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعام 50. بلادنا الغالية، سألتينا شو نشوف؟ بنكتب لك رسالة، بس أول شي خلينا نطمنك مستقبلنا بخير. نكتب الرسالة اليوم من 2021. عزيزتي أنا في المستقبل. Dear 2071. Dear future me. إلى المستقبل. Dear future me. Mere pyare مستقبل. Dear 2071. أنا خود شان. عزيزي أنا بالمستقبل. إلى عام 2071. أحياناً ما نصدق إن 50 سنة مرت على بداية هالإنجاز العظيم على هذا الوطن اللي كل شعبه يفتخر فيه. الشعب اللي مسح كلمة مستحيل من قاموسه. مستقبلنا هو مستقبل الإنسان المبدع المنجز المفكر. هو مستقبل كل من على أرضك من اللي يثابرون ويطمحون. هو مستقبل يلتقي فيه الجميع. وعدنا لمستقبلنا إننا بنكون متحدين مع بعض لجل عالم جديد جوهره قيمنا وطموحنا اللي ما له حدود. أنا كود كونغ لاودي. همارا مستقبل آج سي شروع ہوتا ہے. Our future is good. مستقبلنا يبدأ الحين. Our future is good. المستقبل بخير. Our future is bright. مستقبلنا يبدأ الحين. وانتو شو بتكتبون لمستقبلكم؟ في إطار حرصها على تكثيف الجهود لجعل الطرق أكثر أمناً في إمارة الفجيرة، كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن سعيها إلى التوعية بمخاطر دراجات السكوتر الكهربائي على مستخدميها من فئة الشباب والأطفال للحد من وقوع الحوادث والإصابات، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة قيادة هذا النوع من الدراجات الكهربائية للمساهمة في الحفاظ على سلامة الأرواح. أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن أن فريق العمل أنجز تجميع ودمج النموذج الأولي للمستكشف القمري راشد الذي سيخوض أول مهمة عربية إلى سطح القمر في الربع الرابع من العام المقبل. كذلك أكمل الاختبارات الوظيفية في مختبرات المركز بمنطقة
تحت الخوانيج في دبي. وأوضح المركز أن فريق العمل يحضر حالياً لاختبارات قدرة التحمل التي سيتم إجراؤها في ظروف تحاكي بيئات الفضاء والقمر. في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتى، جاء اعتماد تصاميم لمشروعات سياحية جديدة ستوفر دخلاً سنوياً يزيد على 100 مليون درهم لأبناء المنطقة، لتمثل تلك المشاريع إثراءً للمشهد السياحي والثقافي والاقتصادي في دبي، ناهيك عن تحويلها منطقة حتى إلى وجهة عالمية. تعكس المشروعات الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مؤخرا في إطار الخطط التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتى، رؤية القيادة الرشيدة التي تقف دائما وراء تحويل دبي لوجهة سياحية عالمية ممثلة إضافة جديدة على مسار تعزيز تنوع المنتج السياحي في إطار تكاملي، وتلعب دورا مهما في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة عبر تسليط الضوء على أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جودة الحياة. هذا وتعمل دبي على تعزيز مقومات الجذب السياحي الثقافي في منطقة حتى، ما يسهم في وضعها على خارطة السياحية الثقافية والبيئية للمنطقة والعالم، وأيضا تعزيز المشهد السياحي والثقافي والاقتصادي في الإمارة بشكل عام من خلال تطبيق رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى استحداث فرص تنموية فاعلة تصب بشكل مباشر في خدمة وسعادة المواطن. فقد أكدت التقارير المتخصصة أن حتى من الوجهات السياحية المتفردة في الإمارات قادرة على حجز مكانها في قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً نظراً لما تتمتع به من مناخ معتدل ولما تشتمل عليه من مقومات وملامح متميزة تبرزها وجهة عامرة بألوان الجذب بفضل مفرداتها الثقافية والتراثية الغنية. وتعد هذه المشاريع الجديدة والمبتكرة خطوة مهمة على مسار تعزيز تنوع المنتج السياحي في دبي، تساعد في إحداث نقلة نوعية لمنطقة حتى، بما في ذلك تحويلها إلى وجهة سياحية فريدة محليا وعالميا. بحثت ورشة العمل التي عقدها مركز الأحصاء والتنافسية بعجمان أمس مؤشر النضج الإحصائي لتتبع وقياس واقع البيانات الإحصائية والسجلات الإدارية المرتبطة بالجهات الحكومية في الإمارة. جاءت الورشة في إطار قرار سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحزمة الخامسة من المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2020، ومن بينها مؤشر النضج الإحصائي وضمن رؤية واستراتيجيات مركز عجمان للإحصاء والتنافسية لتوفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة لدعم منظومة اتخاذ القرار. وتهدف الورشة إلى رفع مستوى جودة البيانات الإحصائية التي تنتجها المؤسسات الحكومية في إمارة عجمان وضمان التزام الجهات المعنية بمعايير وإجراءات الجودة المعتمدة من أجل توفير إحصاءات ذات جودة عالية، إضافة إلى تطوير مستوى كفاءة القدرات الإحصائية لموظفي المؤسسات.
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أمس عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية، وذلك لمشاريع رئيسية عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال أدنوك لدعم تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتصل القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي تم توقيعها مع 8 من كبار المقاولين الهندسيين العالميين إلى نحو 3,670,000,000 درهم، وسوف تساهم في إعادة توجيه 50% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال مدة الاتفاقيات بين 2021 و2026. وتعتمد هذه الاتفاقيات على المتطلبات المتوقعة لخدمات هندسة المشاريع الخارجية عبر مجموعة أدنوك، وتؤكد نهج أدنوك الذكي في عمليات التوريد والمشتريات الذي يمكنها من تعزيز القيمة والجدوى التجارية عبر محفظة أعمالها. أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس إطلاق أموالي، أول مصرف إسلامي رقمي يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. ويعد أموالي الرقمي مبادرة ريادية تنضوي تحتها مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والحلول التكنولوجية المبتكرة، ويهدف إلى تمكين العملاء من الشباب للاستمتاع بطرق جديدة في تلبية احتياجاتهم المصرفية دون معاملات ورقية أو الحاجة إلى توقيعاتهم أو زيارة أحد فروع المصرفية. هذا وتأسس المصرف الرقمي الجديد بالتعاون مع منتدى المؤسسين يمثله مجموعة من الشباب الإماراتي وآبائهم، بهدف تمكين الشباب من العملاء من الاستمتاع بتجربة مصرفية مخصصة وتعزيز معرفتهم المالية والحصول على عروض شخصية تتناسب مع أسلوب حياتهم، كل ذلك تحت إشراف أولياء الأمور. أنجز مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 3,130 عملية فحص ل1,026 عينة تمور محلية ومستوردة متداولة في أسواق إمارة أبوظبي منذ بداية عام 2020 حتى منتصف أغسطس الجاري. وتسهم هذه الخدمة في مساعدة المزارع والمصانع والجهات الرقابية للتأكد من جودة منتجات التمور وسلامتها الغذائية قبل تداولها في الأسواق، حيث أجرى المختبر كافة الفحوصات المطلوبة مستخدماً أحدث الأجهزة التقنية وبواسطة طرق فحص معتمدة وفقاً للمتطلبات والمواصفات المحلية والعالمية. تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي المتعلقة بالحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير منتجات غذائية ذات جودة عالية تساهم في تحقيق عدالة الأسواق وحماية الصحة العامة، يواصل مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة فحص عينات متعددة من أنواع التمور المعروضة في أسواق الإمارة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية عبر تنفيذ مختلف الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والتي تحدد سلامة وجودة التمور ومدى صلاحيتها قبل تداولها في الأسواق، وذلك من خلال مختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية وأكفأ الكوادر الوطنية التي تعمل على التأكد من جودة التمور المحلية والمستوردة وسلامتها الغذائية ومطابقتها للمواصفات الإماراتية والعالمية. هذا ويستفيد أصحاب مزارع التمور من الخدمة لتحسين الإنتاج ورفع جودته، بالإضافة إلى الحصول على نسب جودة التمور قبل البيع للحصول على السعر العادل لمنتجاتهم من خلال فحوصات مخبرية دقيقة تساهم في تحقيق العدالة التجارية. تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي إثراء المشهد الثقافي في الإمارة عبر مخيمها الصيفي صيفنا ثقافة وإبداع بنسخته الشاملة لهذا العام والذي بلغ أسبوعه الختامي، حاملاً في جعبته باقة من البرامج تستمر حتى 28 من أغسطس الجاري، ليستكمل بذلك سلسلته المتكاملة التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري وأثرت مخيلة الصغار والكبار على حد سواء وخاضت بهم مغامرات
مغامرات شيقة على امتداد فضاء الفنون والثقافة والأداب والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتيح الأسبوع الرابع للمخيم تجربة تعليمية زاخرة بالتشويق من تكنولوجيا وتصميم ألعاب رقمية وعلوم الفضاء، مروراً بمسرح العرائس وصناعة المحتوى والأفلام وتحضير الأطباق الصحية والرسم بالخيوط وغيرها من الأنشطة الهادفة. طورت بلدية دبي على مدى السنوات الماضية منظومة الصرف الصحي في دبي وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير الدولية، بما يلبي متطلبات المدينة ويضمن توفير الطاقة المناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وجعل مياه المعالجة مورداً آمناً لاستخدامها في الري وبعض النواحي الصناعية. بعد الفاصل نفتح صفحة إقليمية ودولية وتتابعون فيها. توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وروسيا. الأمم المتحدة شروط الحوثيين تعطل مسار السلام. حياكم الله إلى القسم الأخير من النشرة. وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة إلى موسكو قام بها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التقى خلالها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والسعي المشترك إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في تويتر: وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين. أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في إدارتي الشؤون السياسية والسلام محمد الخياري أنه لم يتحقق أي تقدم بشأن اليمن، ومنذ انعقاد آخر جلسة لمجلس الأمن في إطار الجهود الأممية للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة النقاط الأربعة المقدمة إلى الأطراف والتي تتألف من وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة، موضحاً الخياري في جلسة مجلس الأمن أن ميليشيا الحوثي استمرت في اشتراطها فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء قبل استئناف المشاركة في عملية السلام. أكد صندوق النقد الدولي أمس حصول اليمن على احتياطات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار لمساعدته في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تعصف به منذ سنوات. وبحسب وكالة رويترز فإن التوزيع هو جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وحدة الصرف في الصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني واليوان الصيني، والتي تحصل عليها الدول بما يتناسب مع حصتها الحالية من الأسهم. ونقلت الوكالة بيانا لغازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي أفاد فيه أن تخصيص حقوق السحب الخاصة
خاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70%، وسيوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة. أعلن البنتاغون أمس الاثنين أنه تم إجلاء نحو 16,000 شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات 24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دولياً قبل مهلة 31 من أغسطس النهائية. وقال الجنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأمريكية للصحفيين إن 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عدداً من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات 24 الماضية حتى الساعة 3 فجر الاثنين، تنقل أشخاصاً فارين من البلاد بعدما تولى الطالبان السلطة. ويشمل هذا الإجراء أو الإجلاء بضعة ألاف من الرعايا الأمريكيين وكذلك ألاف الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وطلبوا أو نالوا تأشيرة هجرة إلى جانب أفغان يتخوفون من أعمال انتقامية من قبل طالبان. هنري عاصفة مدارية نادرة من نوعها تضرب الساحل الشمالي شرق الولايات المتحدة. لقطة اليوم تظهر صاعقة ضربت مركز التجارة العالمي في نيويورك مع بدء الإعصار. ختام النشرة في أمان الله.